ايضا كان في موضوع الكازينو، عينوا مدير عام للكازينو جمعة الماضي، مدير عام جديد لكازينو لبنان رولان خوري، بدنا نوجه له تحيه الصديق الحبيب رولان خوري، بدي يسمع له زقفه بتعيينه مدير عام كازينو لبنان. هو ينتمي للتيار الوطني الحر، ربح باكثريه الاعضاء، الاعضاء كلهم اللي صوتوا له اعطوه اول ان اول ان. هلا كان اللي كان نازل ضده اسمه جاك، بس خسر صار وجهه اسود، بلاك جاك صار. وباوكر راسه شوي باوكر. بس هو رولان معروف انه قريب من الوزير جبران باسيل، وهلا غيروا اول رول بالكازينو، اذا بدك تربح بالجاك بوت بتربح بس بحاله وحده اذا صبت هيدا الشيء.